ترأس نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري وفد دولة الكويت في أعمال اجتماع المجموعة الوزارية المصغرة للتحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم داعش، والذي عقد أعماله بطريقة افتراضية عبر الاتصال المرئي مساء اليوم الثلاثاء بدعوة مشتركة من الولايات المتحدة وبلجيكا، وذلك في إطار مواصلة الجهود الدولية لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش ودعم أمن واستقرار المناطق المحررة. كما أشار الظفيري في كلمته إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها التحالف في المعركة ضد الإرهاب وضد ما يسمى بتنظيم داعش بشكل خاص. كما جدد الظفيري أيضا التزام دولة الكويت بالمبادئ التوجيهية كتعطيل مصادر تمويل ما يسمى بتنظيم داعش وقدرته على القيام بأعمال إرهابية، وتبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب وعودة المقاتلين الأجانب إلى بلادهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم إلى مجتمعاتهم ودعم العراق في الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار المستدام.